السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم انا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. قبل نبدا نقول لكم صحه رمضانكم صحه فطوركم، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وين غادي نتكلموا على الفاف وين تخطط لي خطف السنهاجي من اسبانيا، مدافع كبير بامكانيات كبيره. فاني كاين مدافع فاني غادي نجيبو ان شاء الله بربي، هذه هي. وكاين وهذا عدلي، هذا ياسين عدلي، فين غادي يجيبوه الجزائر؟ ياسين عدلي شرقي ذاك كسموه نسيم قادري، خاطر في اخر لحظه كثرنا الحمد لله ربي فيها. كاين راخر حافظ الراجي يهدرها، هدرها الحاج بن سديره، هدروها كاع على تاع التجنيس، خافوا على ذاك نسيم قادري، كانوا غادي يجنسوه، داوه داوه من الاشبيلي، داوه من اسبانيول، بغاو يجنسوه. والحمد لله يا ربي ناس ناضت الحيحة عليه، ايا شويه رتبوا، مي رتبوا راحت. ايوا ونزيد نقول لكم راهم طايحين على اغا تاع ليون، جماعه قطر راهم طايحين على الاغا تاع ليون. حنا كنا نقولوا غير في فرنسا، حنا كنا نقولوا غير في فرنسا، صرنا الناس خرجوا فريق من قطر، فريق يخدموا القطر، حنا كنا نقولوا يخدموا غير فرنسا، صرنا الناس تخدم القطر فريق. والله راسك يدور من اجل اقامه وعيشه، عيشه الذل، يخدموا البلدان. ها انتو كيفاش ويكشف وهذو اللعبه غادي جاي يجوا. مسيلمه الكذاب قلت لنا سمعتك وقيلا في كاتب تيت، قلع ذاك التيت، قلع 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 ذاك الفيديو كاع اصلا، قلعوا 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 تاع اللي قلت لهم والله واحد ما يزيد يجي عنك. انت شكون؟ انت شكون؟ انت يا زوج يا زوجة، انت يا مسيلمة الكذاب، يا هشام العريضة، يا الطباخة، يا الشيخة الطباخة، يا اللي تخدم خدمة النساء في كلش، معاند النساء في كلش، تزاحم في النساء في كلش، تزاحم في النساء. يا بغل، ألم تدري بأن النساء راهم عمرين نصف، يعني أكثر من نصف كرة الأرضية، وتزيد انت تروح تروح تخدم خدمتهم كي بغل؟ اي بلالي يا حمار، وين نعاودو نولو؟ وين كشفت تقارير صحيفة إسبانية أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم بدأ تحركاته، يعني الحديثة لخطف اللاعب ريال بيتيس ذو الأصول الجزائرية يعني السنهاجي من إسبانيا، وإقناعه بتمثيل الجزائر على الصعيد الدولي، موشي لأن الهيئة الكروية الجزائرية ستكثف مجهوداتها لحسب ملف المواهب الشابة. واه وهذاك مؤمن مؤمن، نطبقوا عليك تاع الذيب ما يترباش، نطبقوا عليك الذيب ما يترباش. تبغي غدوة إن شاء الله أنا نروح لهنا غير لهنا، هنا عندنا واحد الدوار هنا يا عند بلاد عمي، هنا حذانا هنا مربيين زوج ذيوبة نورمال، زوج ذيوبة نورمال عادي مربيينهم، تحسبهم كلاب. هاو ذاك بين ردوا الذيب خير منك انت، هاو اليوم يقولنا صايك استعقل صايك خرجت انت لهم كيما هكا. لازم نجيبوا لعابة من دوريات تكون قوية وأندية تكون قوية، ما نجيبوش منا. نعايجي شكون اللي جابو؟ وانت كنت تقول نعايجي لو ينطلق الجنرال، كنت تقولنا كيما هكا نعايجي الجنرال لو ينطلق الجنرال. ياه انت باش كنت تكتب لنا تقولنا كلاسيكو الارض قطر القطري مع السد القطري، ما كنتش تقولها. يا انت مؤمن، واليوم راك تكتب وتقول لهم لازم نجيبو من افضل انديه اوروبا. يا ودي جبنا من شوشو، شوف انت يا زي كريم زياني مين جانا، شوف عنتر يحيى مين جا، شوف هذوك مين جاو، وروحنا كوب دي مود ما جاتش، مين جاي جات واش تقدم فوق الميدان، جات واش تقدم فوق الميدان يا سي مؤمن، باش يكون على بالك. وكان الصنهاجي قد وغادي نجيبو هذو اللعابات، ما كناش لاهين دروك نبداو ننظفو دروك منا، ودروك غادي اللعابه كاع يجو يعني، ونلقاوهم
بسيارة شيري شيري السيارة شيري ولا سيارة كل واحد جاي فيه واحدة حمراء واحدة بيضاء واحدة كحلة من الطاف نظافة أناقة مدرب كيفاش داير طوله 190 أو 900 كوستيم يدخ كوستيم ديالي يدخ السيرفات ديالي أبرك أنا صاحبي لقد هارمنا ولي يتوسوس راني عليه لي شكرا لي عليه لي شكرا لي عليه متالي كاع. وكان صنهاجي قد تلقى دعوة المنتخب الوطني أقل من 20 سنة للمشاركة في دورة تحضيرية لاتحاد شمال إفريقيا والتي أقيمت بتونس في شهر نوفمبر الماضي، غير أن اللاعب يعني المذكور يعني نشر ستوري على حسابه في الانستغرام تضمن تلقيه دعوة من المنتخب الإسباني الأقل من 19 سنة يعني معرب عن سعادتي وفخري لتمثيل لاروخ. وأفادت صحيفة موقع ديبورتيفو الإسباني أن فترة توقف الدولي لشهر مارس الجاري ستشهد يعني تطورات جديدة في هذا الملف بعد عودة الجزائر للتحرك من أجل قلب يعني الهجوم. وأصحت يعني صحيفة ستاديو ديبورتيفو في تقرير لها أن الجزائر تريد يعني خطف اللعاب من إسبانيا مثل ما اختار إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني للمنتخب نجم منتخب ريال مدريد للعب للمنتخب المغربي بعدما يعني تلاشت كل ما قاله في الحصول على فرصته مع لاروخا. وأشار المصدر يعني مصادر تقنية أن هناك فوارق مهمة بين قضيتي دياز والصنهاجي باعتبار أن الأول وصل لمرحلة فقد فيها الآمال في تمثيل إسبانيا عكس يعني الثاني الذي يرى بأن الوقت في صالحه. وتجدر الإشارة أن الفاف نجحت في وقت سابق من إقناع بعض المواهب الشابة الناشطة في الدوريات الأوروبية بارتداء قميص المنتخب الجزائري على غرار أمين جويري وجون حجام فارس الشيبي وبدر الدين بوعناني وعوار من يعني كاين لعابة قال لك المدرب هذا قال لك لا هذا المدرب جابهم غالبا المدرب جابهم وين راحوا فين غادي يروحوا غادي يروحوا غادي يروحوا غادي يروحوا غادي يقعدوا شوفوا مع مسيلمة كذاب غادي يروحوا مسيلمة كذاب يقول لكم غادي يخبركم انا نقول لك با 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 ولا 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 ها يا حسرة ولا عندنا ولا عندنا مدرب علي احنا ولا عندنا مدرب شعباوي مدرب تاع شعباوي يا بركه ولا ها بزاف انا شو نقولك شاني نتفرج والله والله امنوني انا نتفرج في الاخر حاج موسى لقطه تاع الحاج موسى كيما قال لهم ذاك موسى لما قال لهم هذا كي اسمه حاج موسى باغي يقصر عليه موسى لما كذب المخنث يا اللي ربي داير لك تخرج الحاجه اللي ما يستفادش منها الجسم فضلات وانت تدخل فيها دخل فيها سوا حاجه كاع مختفره الله يحفظ ويستر الله يعافينا الله لطيف الله لطيف او بنت كي دايره ولد عميها حاج موسى يا با 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 با. الحاج موسى خويا الحاج موسى او الله لطيف الله لطيف الله لطيف شارك جايكم
دخلوا عندي تسريبات جدد هذا كنشوف فيهم شارجي. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو.